حياكم الله. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل قراره النهائي بشأن إمكانية ارتداء اللاعبات المسلمات لغطاء الرأس حتى يوليو المقبل، عندما سيتخذ قراره بشأن اختيار التكنولوجيا المستخدمة لمراقبة خط المرمى. وكان سمو الأمير علي بن الحسين قد قدم شرحا مفصلا عن هذه القضية الهامة بعدما قرر الفيفا من خلال المجلس الدولي لكرة القدم، وهو الجهة المسؤولة عن وضع قوانين اللعبة، في اجتماعه اليوم السبت في لندن، إلى إجراء مزيد من الاختبارات قبل اتخاذ قراره النهائي في جلسة ستعقد في كييف في 2 يوليو المقبل. وسيتم اختبار نظامين للتكنولوجيا المستخدمة لمراقبة خط المرمى تابعين لشركتي عين الصخر وجول ريف مرة أخرى. ورفض المجلس اقتراحات أخرى تتعلق بإمكانية إجراء كل فريق تبديلا عند اللجوء لوقت إضافي في مباريات الكأس، وتقليص العقوبة التي تفرض عندما يمنع لاعب هدفا بطرده ثم إيقافه واحتساب ركلة جزاء ضده. عاد وفد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة عمان بعد تأديته للمباراة الأخيرة أمام الصين في الجولة الأخيرة للدور الثالث لتصفيات كأس العالم، وخسر المنتخب المباراة أمام الصين بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، وجاء في المركز الثاني للمجموعة خلف المنتخب العراقي بـ12 نقطة. وينتظر المنتخب قرعة الدور الرابع الحاسم يوم 9 من الشهر المقبل في ماليزيا. ووضع المنتخب في المستوى الرابع إلى جانب المنتخب القطري في القرعة التي ينتظر أن تبدأ مبارياتها يوم 3 من شهر حزيران المقبل. تصدر مهاجم فريق المشية خالد قويدر لائحة المنافسة على جائزة المناصير لأفضل لاعب أردني، وذلك بتقدمه على منافسيه لاعب الفيصلي خليل بن عطية ولاعب الوحدات عبد اللطيف. وتبلغ قائمة الجائزة 5000 دولار، يتنافس عليها 5 لاعبين تم اختيارهم وفق ترشيحات الخبراء ووسائل الإعلام المختلفة. وتنتهي عملية التصويت منتصف هذه الليلة، حيث كان مجلس الجائزة قد حدد اليوم موعدا للانتهاء من عملية التصويت التي تشكل 40% من مجموع الأصوات التي سوف تؤهل الفائز للفوز بالجائزة، وتم تخصيص 60% للنقاد والخبراء. تراجع فريق الوحدات 8 مراكز على مركز لائحة التصنيف الدولية للأندية التي صدرت عن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، وأصبح الوحدات في المركز 39 بعد 100 برصيد 156.5 نقطة في حين تقدم الفيصلي إلى المركز 136 بدلا من المركز 167 برصيد 74 نقطة. وعالميا حافظ فريق برشلونة الإسباني على صدارة التصنيف العالمي متقدما على الغريم التقليدي ريال مدريد. يستأنف فريق رياضي بطل كأس الأردن لكرة السلة تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دهوك العراقي يوم بعد غد في بيروت في المواجهة الحاسمة لنيل بطاقة التأهل نهائيات أندية آسيا. وانقطع فريق رياضي مضطرا عن التدريبات خلال اليومين الماضيين جراء الأحوال الجوية، وسيجري الفريق تدريبا له اليوم وسيكون الأخير له في عمان قبل التوجه إلى بيروت صباح يوم غد. وسيخوض فريق رياضي تدريبه اليوم بصفوف مكتملة عقب شفاء اللاعبين المصابين وانضمام المحترفين الأمريكيين بريست لودر وكالفن. ويرصد الجهاز الفني لفريق الرياضي نظيره أدهوك العراقي الذي خسر أمام فريق الرياضي في بيروت بـ114 نقطة مقابل 91 نقطة. إن شاء الله في 15 من هذا الشهر الجاري وفلبين في 27 من هذا الشهر هذا وعيسى كامل. قرر نادي الجواد العربي تأجيل منافسات الجولة 8 من بطولة الشتاء الفروسية للقفز عن الحواجز، والتي كان من المقرر إقامتها على ميدان القاعة الداخلية بنادي الجواد العربي أمس الجمعة. وجاء قرار التأجيل بسبب الظروف الجوية السائدة في العاصمة عمان، ومن المنتظر أن يتم ترحيل الجولة لتقام الجمعة المقبل. وبسبب الظروف الجوية كذلك أيضا أعلنت منسقة مركز عمان الفروسية عن تأجيل إقامة الجولة 5 من بطولة الشتاء التي ينظمها مركز عمان الفروسية على ميدان بمدينة الحسين للشباب.
تتواصل في قاعة الأمير حمزة منافسات البطولة العربية للمبارزة للبراعم والتي تستضيفها عمان ولمدة 3 أيام، وتشارك في البطولة 8 دول عربية هي الجزائر، سوريا، لبنان، الكويت، تونس، العراق وفلسطين، إضافة إلى الأردن. وتشتمل البطولة على 3 فئات عمرية من 9 حتى 11 والثانية من 11 حتى 13، إضافة إلى الفئة الثالثة. ويمثل الأردن بالبطولة نحو 55 لاعبا ولاعبة تم اختيارهم بناء على نتائج البطولات 3 الأخيرة التي نظمها الاتحاد في وقت سابق. قدمت العاصمة الأردنية الهاشمية على بطولة البراعم والمسجدين وهاي، واحنا ما قصرنا، العراق جينا حتى نستضيف هاي البطولة ونحصل مستوى أكثر ونتعلم، وعندنا بعد 3 أيام بطولة بالجزائر راح نروح لها من هنا حتى شنو مستوانا كلش يصعد ونروح البطولة، ونتمنى من الدول العربية تشوف هاي البطولات حتى تصير أكثر وأكثر واللاعبين يستفادون والمبارزة تطور في العرب والهاي على العالم. أنا شاركت مبارح ولعبت وحرصت الميدالية البرونزية على المستوى العربي. نهاية تايم اوت لهذا اليوم، نشكركم دائما على حسن المتابعة، ملتقانا في 10:00 في برنامج هاف تايم. دمتم بحفظ الله ورعايته.